انعزمت زور المطرانية ونزت، قلت معقول كم مرة صار جاي على زحلة وبعد ولا مرة قطعت على المطرانية؟ طمنت بالي. رينوفيشن كلها سوا صار تقريبا 21، يعني كل شيء كان قبل كانت بعد عم تشغل. فكرت المطرانية كنيسة ومكتب، بس اللي شفته بياخد العقل، بياخد العقل، إن كان الصالونات إن كان المتحف، لا محل أثري تاريخي ديني كتير ضروري الكل يزوره. هيتا نعمل برمي سوا. أهلا وسهلا فيك أنطوني وفريق العمل بمطرانية سيدة النجاة. نحن حاليا بكاتدرائية سيدة النجاة، هالكاتدرائية اللي مبنيت سنة 1846 وشهدت بسنة 2012 لل 2016 حملة تجديد كتير كبيرة. اللي شفناه هون وأبرز اكتشاف كان هني غرف الاعتراف الفريدين من نوعهم بالعالم اللي اكتشفناه هون. نحن عم نقشر حيطان الكاتدرائية، كانوا بالزمان قبل ما يفوتوا على الكنيسة يعترفوا للخوري من الخارج وبعدين يدخلوا للكنيسة. كمان اللي بيميز الكاتدرائية الايكونوستاز القديم اللي شايفينه من القرن السادس عشر، تجدد كمان مترمم. أيضا في عنا دير منظار الكاتدرائية، الصور اللي شفناها هي مراحل حياة السيد المسيح ومريم العذراء. الكاتدرائية تتميز أيضا يمكن الوحيدة بلبنان اللي فيها أيقونة كتير كبيرة للبابا القديس يوحنا بولس الثاني، إيمانا منه بأنه قديس لبنان وهو اللي حكى عن لبنان الرسالة ولبنان المحبة.
نحن حاليا بكابيلا سيدة النجاة وعم نشوف الأيقونة سيدة النجاة العجائبية. هالأيقونة رسمها استاذ الرسم الماني هو يوهانس شراودولف، وقدم للكادر الذهبي امبراطور النمسا فرانسوا جوزيف الاول سنه 1861. هالايقونه وصلت الى بيروت عن طريق البحر بالبواخر، ولحتى ينقلوها من بيروت الى زحله حطوها على ظهر جمل. بيوصل الجمل على منطقه شطوره، ومثل ما بيقولوا بيبرك الجمل ما بيعود يتحرك. اللي جايين مع الايقونه بيجوا على المطرانيه عند المطران، بيقولوا له يا سياده المطران الجمل ما عم يتحرك. قال لهم هيدي علامه من العذراء لحتى نعمل لها استقبال كبير. وهيك صار، راحوا على شتورة وعملوا تطواف كتير كبير بالموسيقى والأخويات والصلبان والشموع، ودخلت سيدة النجاة ووضعت مكانها بهالكبل. نحن حالياً بمتحف المطران عصام يوحنا درويش، متحف بيزنطي فريد من نوعه بلبقى وبلبنان. فتح أمتى؟ ب 2021، 22 نيسان 2021. اوكي، يعني انا مش حاسس حالي غلط، لانه بكل حلقاتي بزحلي ولا مره جاي. اكيد متحف جديد. اوكي، كل حلقاتي قبل الافتتاح. يلا، متحف زحلي مفتوح لكل العالم؟ اكيد، دائما دائما كل يوم. واهلا وسهلا بجميع، بيجينا كثير ناس من كل المناطق اللبنانيه، حتى مغتربين عم يجوا من برات لبنان وعم بيحبوا كثير اللي عم يشوفوه بالمتحف. رح نكتشف هيك الشقفه منه سوا، فنترك لكم شيء انتم تجوا تكشفوه من كل بلدان العالم. تفضل. يلا، مثل ما عم نشوف بالفيترين هون في بدلات قديمه لمطارنه تعاقبوا على سده الابرشيه. بالحيط المواجه عندنا ايقونات بيزنطيه بتعود بعض منها للقرن السادس عشر، و90% من هالايقونات هي مجموعه خاصه للمطران عصام درويش قدمها لتكون هديه لاهل زحله وللمطران. الفيترين هون تحتوي على مجموعة أدوات كنسية من كؤوس إربان وصواني إربان. عم نشوف الكاسل بالنص، هو كاس من الذهب الخالص والأحجار الكريمة، مقدم من أمبراطور النمسا لمطرانية سيدة النجاة. اللي عم نشوفه هون من أثمن المعروضات بالمتحف هي بدلة مطران مقدمة من أمبراطور النمسا فرانسوا جوزيف الأول 1861، صنعت من خيطان الذهب الخالص. منشوف فيها رموز لسهل البقاع من سنابل القمح وعنائيد العنب. المطران درويش قدمها كلها للمتحف ولأهالي زحلة. كمان عم نشوف مجموعة من الصلبان اللي كانوا يستعملوها المطارنة، في الصلبان القديمة والصلبان الجديد.
عم نشوف فرمان عثماني من سنة 1899. بموجب الفرمان السلطات العثمانية بتمنح مطران الروم الكاثوليك بزحلة أسبقية على بقية الشخصيات الزمنية والدينية بأي اجتماع يكون موجود فيه يترأسه، وحتى ببعض الأحيان يعطي أوامر للعسكر التركي. عم نشوف حاليا من اثمن الايقونات الموجوده عندنا، عم نشوف بالنص وجه المسيح، ايقونه روسيه للقرن السادس عشر بتعود، وتحتها مباشره عم نشوف شعاع اللبان المقدس. هالشعاع بيرجع لسنه 1825، تاريخ حصول الاعجوبه الالهيه وشفاء مدينه زحله من مرض الطعم. الايقونه اللي عم نشوفها هون هي تعرف في الغرب بلابيتا، وهي تنزيل المسيح عن الصليب، صنعت ببلغاريا، وزنها 700 كيلوغرام خشب مسيف، وهدية خصيصا للمتحف المطراني. الأيقونات كانوا يلبسوها المطارنة على صدورهم، نحن نسميها أنغولبيون. الأيقونات في منها جديد وفي منها قديم. عم نلاحظ هون في أيقونات السيد المسيح، أيقونات لمريم العذراء، وهون عم نشوف أيقونة سيدة النجاة محفورة ومصنوعة بالعاج. الفيترين مثل ما شايفين تحتوي على أدوات كنسية متضررة، ومثل ما الكل بيعرف ب 15 أيلول 1987 تعرضت مطرانية سيدة النجاة لانفجار كتير كبير، تضرروا المباخر، تضرر الإنجيل، شايفين كيف مطعوج الإنجيل، الصليب، كاسات الإربان، الشمعدين كلها سوا، حفظناها وعم نعرضها حاليا بالمتحف لتكون عبرة للأجيال الجديدة. على مساحة 500 متر مربع أنشأنا متحف بيزنطي، وضعنا فيه كل تراث وغنى وتاريخ كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بزحلة، بتصرف مش بس الزحليين والبقاعيين، بتصرف العالم كله سوا. أهلا وسهلا بالجميع. Thank you.
الساف تبعها مزين بصور لشخصيات زمنية ودينية أهلت البشرية بكتاباتها بمواقفها وبأعمالها. عم نشوف أفلاطون بالصورة الأولى، بالصورة الثانية بسيلوس الكبير، بالصورة الثالثة عندنا يوحنا الدمشقي اللي كاتب أجمل أشعارها مريم العذراء، وأخيرا عم نشوف توما الأكوين. عم نشوف الشماس عبد الله الزاخر اللي أدخل الحرف العربي إلى المطبعة ومطبعته بعدها بالخنشارة لهلا. القديس يوحنا فم الذهب، المنطران إفثيموس الصيفي مؤسس الرهبنية المخلصية، وأخيرا القديس أغسطينوس. بمكتبة سيدة النجاة، سابقاً كانت تكنة أرميد، وكل العالم متعرف شو يعني تكنة الأرميد، يعني مستودع لكل شيء ما منعوزه. إنما المطران عصام درويش حب إنه يكون في مساحة ثقافية بها المطرانية تخدم كل باحث علم وكل طالب علم بزحلة والبقاع، فكانت مكتبة سيدة النجاة اللي عم نشوفها هون. الكتب اللي عم نشوفها على الأرض هي مكتبات قدموها عائلات لشخصيات كبيرة غادرت هالدنيا وحبوا انه ارثهم ينحفظ بمطرانية سيدة النجاة. هالكتب بانتظار انه يدخلوا على الكمبيوتر ينعمل لهم اندكس معين لحتى نسهل البحث لكل طالب علم ولكل طالب جامعة عم يعمل بحث. عم نشوف مثلا كتب مكتب الدكتور أنيس مسلم اللي كان عميد سابق لكلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، مكتبة الوزير المرحوم سليمان طرابلسي، مكتبة قانونية وحقوقية كتير كبيرة، وراح نشوف كمان مكتبة السفير الراحل فؤاد الترك. فتح الكنيسة قلت واو، كفينا طلعنا شفنا الصالون، قلت مش معقول في أحلى من هيك، كفينا وصلنا لهون. شو هالمكتب العظيم، مكان بعتقد تاريخي، مكان له معنى كتير مهم، مكان للمحافظة على الإرث اللي عنا إياه وكتير مهم، مكان بيحكي ميات السنين، مكان بيحكي حجر، بيحكي خشب، بيحكي كتب، بيحكي علم، بيحكي دين، مكان ما كنت ابدا منتظر اني التقى فيه او شوفه. اذا ما عندكم الفرصه انكم تجوا تزوروه بهذا الفيديو بتقدروا تشوفوا مطرانيه الروم الكاثوليك شو عم بيعملوا او شو عاملين بزحله. شو هالمكان العظيم، بعد ما حكينا عن الزهور، بعد ما حكينا عن الشجر، بعد ما حكينا عن الضوء، بعد ما حكينا عن الاحساس اللي واحد بحسه من الضيقه اللي بفوت على الباب. شو هالعظمه. بعد شي نهار بدي اجي احضر قداس واكيد اسمع الاصوات وال ما بعرف كيف تفسرهم. شو رايكم انبسطتوا بهالبرمه؟ يلا نلتقى بحلقه جديده تفرجيكم احلى بلد بالعالم بكل وجهاته. جود باي.